بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين أجمعين بيوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا مرحبا. هذه حلقات دروس الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله نبدأ مع بعض نوت فايف. اليوم معك لو إن شاء الله وتستفيدوا جدا. طبعا اتبعني ضمن النهاية بجيبك بإذن الله، ما تقلقش. بتهيألي كومبرينشن، بعض الناس كلها كومبرينشن، ترانسليشن، تكتب بره كويس جدا، تعمل إيميل حلو جدا، الامتحان تكون إن شاء الله يجيب فول مارك. تابعني بس واشترك في قناتي، وفعل الجرس، صارك من الكل، صارك مني كل جديد. وتابع وذاكر أول إن شاء الله. وبعدين كمان أنا بعمل الفيديوهات دي صدقة جارية عني، ربنا يتقبلها مني إن شاء الله. طبعا أنتوا كمان اعملوا زيي وعملوا صدقة جارية عنكم. ازاي يا مستر؟ يعني بس لايك وشير الفيديو يوصل أي واحد من الطلبة يشوفوه بسببك. فأنت كده شاهدت معايا في صدقة في الجنة إن شاء الله. ربنا يدينا جميعا الثواب والخير بإذن الله، التوفيق والنجاح بإذن الله. وأردت لا نبدأ نت فايف ذا فيوتشر أوف ورك، مستقبل العمل. فوكابلري نيمز أو تنيمز نوتس رايتنج سكيلز كل مرة. طبعا نبدأ الأول دي كلمات، نبدأ تكنولوجي. أول كلمة عندنا تكنولوجي ده ناون اسم، واضح تكنولوجيا محتاج تكنولوجي. ماشي، في حطينا اي سي ال في الآخر تكنولوجيكال بات ادجكتيف. تكنولوجيكال معناها تكنولوجي، تكنولوجي تكنولوجيكال، تكنولوجي تكنولوجيكال. طب ايه اللي هو تكنولوجيكال؟ تكنولوجيكالي يعني تكنولوجيا، إنها تكنولوجيا. أوكي، تكنولوجيكالي من ناحية تكنولوجيا، تكنولوجي تكنولوجيكال تكنولوجي. مثال بتاعنا We now live in the age of technology، عايشين الآن في عصر التكنولوجيا. يجي معنا عصر of technology، of حرف جر جنب ناون. طب خلينا نيجي طبعا في ناون، أو We now live in a technological age، عصر التكنولوجي. هنا صفة صفية توصل age، نقول بعد حرف جر هنا توصل ليج. يبقى we now live in the age of technology or we now live in a technological age. تمام كده؟ دي الاسم والصفة. الأدرب بقى technologically bridges set up nowadays solved driver problem in the تخيل. محل التكنولوجية الكباري التي انشأت هذه الأيام حلت مشكلة المرور في القاهرة الكبرى. technologically bridges set up nowadays solve the traffic problem in greater Cairo. كده خدنا الاسم بعد حرف جر، خدنا صفة بعد منها اسم، خدنا الادفرب وجين حلت هي فاده وصفته. بعد يبقى قلنا now live in the age of technology و now live in a technological age. Technologically bridges set up nowadays solve the traffic problem in greater Cairo. كمل. create verb يخلق أو يبدأ. create تنشن creation but noun خلق أو يبدأ. creation طيب أي في create برضو بس هي adjective بس creative. adjective معناه إيه؟ خلق أو مبدأ. creative كان عندنا install يثبت، عارفين كلنا طبعا ثبت على جهاز الكمبيوتر عندنا، سبب سوفت وير، سبب برمجيات او برامج معينه لازم اعملها، يسبب لنا انستول. انستاليشن ده النون بتاع تثبيت. انستول انستاليشن، انستول انستاليشن. سويتش اوف سويتش اون، يطفي شغل جهاز، اون اوف الاجهزه، اوف يطفي اون يشغل، ولا سويتش او تيرن. سويتش اوف اوبوزيت سويتش اون. اوكي، تن اوف تن اون برضه يطفي ويشغل الجهاز. ده سويتش بالظبط. اوف اون ثابتين برضه يشغل ويطفي الجهاز. تن اوف تن اون. اوكي، ميوت ادجكتيف وفيرب. ميوت دي صمت، فعل يسكت، سكت الصوت عنه. ميوت تقول ميوت، تقول صامت سايلنت. اوكي، ميوت. turn up turn down، turn up يعلي الصوت، turn down يوطي الصوت.
الابتن داون possible. اجيت معنا ممكن عشان اروح لين possible possible. طيب واي في واي بات possibility بات ناون امكانيه possible possibility possible possibility. لوك انتو يفحص اذا يتصفح لوك انتو. اوكي طيب كده عندنا اي تي انفورميشن تكنولوجي. اي تي اختصارها انفورميشن تكنولوجي او انفورميشن تكنولوجي اختصارها اي تي انفورميشن تكنولوجي. سيرفيس اي تي يعني تكنولوجيا المعلومات انفورميشن تكنولوجي اختصارها اي تي يا ولد. طيب بعد كده عندنا ايه سبورت نون فيرب نون يدعم يساند يؤيد نون دعم يساند تأييد سبورت سبورت برضه سبورت. اوكي سبورت. طيب virtual meeting virtual meeting تبع افتراضي virtual meeting virtual meeting. join a meeting ينضم الاجتماع join a meeting. leave a meeting يسيب الاجتماع join a meeting ينضم الاجتماع. leave a meeting يمشي يترك join a meeting. respond word معناه يرد او يجيب respond respond response and noun بعد رد او اجابه respond response. A document ها عارفينها طبعا ها مستند document document بتاعتي عارفينها كلنا برضه document. check يفحص يراجع يعمل check على حاجه check check. انترنت كونكشن وصلت نت انترنت كونكشن انترنت كونكشن. definitely adverb equal certainly بالتأكيد definitely certainly definitely certainly. realize verb معناه يدرك يفهم ما حوله من الحياة يعني understand أصلا يفهم الدرس دي يفهم الحياة realize realize. طب بالزد او بالاس اتنين صح ايه المهم ان بالزد مش بالاس بالاس. باي اكسيدنت باي اكسيدنت بالصدفه باي اكسيدنت باي اكسيدنت باي اكسيدنت. stay in touch equal keep in touch يبقى على اتصال stay in touch keep in touch سوا بعض synonyms stay in touch keep in touch. technical problem مشكلة فنية technical problem technical problem. technically technical بقت adverb فنيا من الناحية الفنية technically. أنا كمان في technician ده شخص بقى ده عامل فني عن يصلح بيصلح حاجة يبقى technical فني technically من الناحية الفنية a technician فني يصلح technical technically a technician. instant instant دي معناها فوري حالا على طول instant instant لحظة في نفس اللحظة instant. for instance equal for example على سبيل المثال for instance for example for instance for example. solve a problem equal find a solution to a problem solution ايه to حرف هذا مهم جدا طبعا find a solution to a problem يحل المشكلة كيف حل المشكلة solve a problem find a solution to a problem. cause verb يسبب verb يسبب نفس الثلاثية برضه a cause of سبب سبب النتيجة سواء دي أو دي سواء الفعل أو الاسم إيه سبب النتيجة يعني إيه so what caused the fire يعني سبب الحريق والنتيجة بتاعته هي الحريق. Noun, what is the cause of? So, cause of, حرف جر برضه مهم جدا. Cause of the fire, بسبب الحريق النتيجة بتاعته. من الفاير الحريق. يبقى cause, a cause of. What caused the fire? What is the cause of the fire? I suggest equal mechanization. Suggest يقترح. يقوم باقتراح. Suggestion, noun suggest. تاخد make, مش do. Suggest, make a suggestion. Okay, suggest, make a suggestion.
efficient. هذه كلمة كفء. efficient efficient efficiently adverb بكفاءة. efficient efficiently efficiency noun الكفاءة نفسها. efficient efficiently efficiency okay efficient كفء عفوا efficiently بكفاءة. efficiency الكفاءة. أجف منها recent حديث recent research بحث الحديثة recent technology ولا الحديثة recent أي recent changes بحث حديثة recent changes. طيب recently adverb حديثا حديثا okay recent recently employ ده verb معناه يوظف employ employ تضرب اللي تبقى employee بقت موظف بقت موظف تقول اي ار employ برضه employer صاحب العمل employ ده الفعل اي بقت موظف employee اي ار بقت employer صاحب العمل اوكي نكمل تقول بقى من employ برضه تقول من employment noun opposite unemployment التوظيف والبطالة employment توظيف unemployment بطالة اوكي employer employment unemployment استخدام translation من translation طبعا الكلمات كلها اوكي ويجيب ايه وظيفات الفعل مشتقات derivatives انا حافظها كويس جدا هل تفهم كويس كومبليشن كويس نكتب برنامج كويس اوكي بس طبعا بعد ما شايف القناه فعلي جرس ممكن الكل وممكن كمان ناخد صوره جاريه ونوصل العلم بين الناس احنا نعمل لايك وشير للفيديو بس الدنيا ان شاء الله يبقى employer employment unemployment employer employment unemployment employable دي قابل للتوظيف ايوه سب الشغل ده يروح ده اللي عنده سكيلز عنده مهارات مطلوب في جميع مجالات العمل اوكي سيبنا نروح هنا على طول employ ما نقعدش employable unemployed ده عاطل لا يعمل unemployed unemployed personal problems مشاكل ايه شخصية personal problems personal شخصية personal problems strong personality شخصية قوية personal adjective personality noun okay noun pronouns هم معروفين personal problems strong personality كمان منها personally adverb يعني أنا شخصيا personally I think أنا أعتقد okay من تصفى أعتقد personally have control over يكون كنترول مسيطر على التحكم فيه طبعا ده الفعل ده الاسم نفس الفعل برضه ليس طبعا بس ابننا فاهم have control over control ده معناه مسيطر على التحكم فيه have control over control communicate with اتصل بيه اتواصل معه communicate with communicate with اتصل عشان بس communication تواصل او اتصال communication communicate communication الفعل بتاع الفعل هو with communicate communication means of communications وسائل اتصالات means of communications وسائل اتصالات communicate with communication means of communication أو بودكاست وذيع يبث يبث إذاعة يذيع بودكاست على النت البودكاست اه predict verb equal make prediction predict الفعل prediction noun مثل تنبأ prediction تنبؤ ماشي الفعل تو كانوا make predict make prediction تنبأ يقوم بتنبؤ predict make prediction predictable adjective opposite unpredictable يعني ممكن تنبؤ بيه ممكن تنبؤ بيه ده predictable كان predicted يعني ده unpredictable can't be predicted okay predictable unpredictable increase verb or noun opposite decrease decrease زود أو يزداد أو زيادة لو نوع أو زاد decrease يقلل أو يقل increase decrease decide equal make a decision أو take a decision so verb decision noun القرار يقرر
شيلبر حط مكانه ميكا وتيك، اثنين صح. اوكي القرار يتخذ قرار كان سايد ميك ان سيشن او تيك ان سيشن. طب ميك ان تيك ماستر وده من واختارها. طب نفس الاختيارات عايز واحدة بس يبقى ميك الأقوى، دايما دي بديلة للأقوى منها من الأساس، مش موجودة اختار تيك. نفس الاختيارات اختار ميك، خلاص كده سايد ميك ان سيشن او تيك ان سيشن. ان هي ستايم في خلال سنة اير مفرد والتوسطه في اس مش المفردة، ان وان years تايم خلال سنة بقت جامعة بقت 20 years. بصوا على الاس هنا اس الجامعة 20 سنة بقى اس الجامعة، فمفترض اوصف بس من 20 years تايم خلال 20 سنة. دي وارد مهم جدا الامتحان دايما بيسأل فيها، خلي بالك year بقى اوصف في اس يز وأبصر بس. أوكي؟ أي أبصر أي أبصر بس يا ولاد. اسم مفرد أو جمع لا ينتهي بس طول أبصر بس. أوكي؟ مفرد أو جمع ينتهي بس طول أبصر بس. جونز لو اسمه جونز آخره اس أبصر بس جونز كار. فاكر طبعا الإجابة ده خلاص معروف. مفرد برضه آخره اس برضه أبصر بس. غير العاقل لو أبصر فولا اس. أبغى تتعود حط الحمام التليفون كول ولا تليفوني. أوكي يبقى يير بس أبوصل بس يير أبوصل فقط. كمل إكسبلين. إكسبلين دي أشرح مفسر اسمها إكسبلانيشن شرح التفسير. عشان تكسبلين حط جيف إكسبلانيشن. إكسبلين جيف إكسبلانيشن يشرح يكون بشرح أو تفسير. إكسبلين جيف إكسبلانيشن. انترفيو فيرب ناون نقول معروف طبعا مقابلة من أجل الوظيفة ومقابلة مع صاحبه أو مع مذيع. يوم المقابلة يمتحن شخص يعمل له امتحان انترفيو برضه ودي معانيها يا ولاد. انترفيو انترفيو ترى بقى دبل إي انترفيو. انترفيو ده الضيف مع الصحفي أو مع المذيع ده الممتحن كسر تحت الحاء الممتحن يمتحن شخص متقدم بالطلب. اوكي انترفيو الممتحن حد رايح يمتحن انترفيو. مثلا انترفيو يو ار بقت انترفيور بقت ايه صحفي او مذيع او ممتحن الحاء هنا عليها فتحة الشخص اللي بيمتحن اللي بيتم امتحان. اوكي انترفيو انترفيو انترفيور انترفيو انترفيو انترفيور. بليف فيرب يصدق او يعتقد. بليف بليف حط لها ان بعد بليف ان يؤمن بي بليف ان حط لها بقى بليف حط اف بدل في بليف ناون ما انا اعتقد ده في بليف بليف ان بليف. Okay. Believe, believe in, I believe. Free time equal spare time equal leisure time. وقت الفراغ. ثلاثة معناهم كده. Free time, spare time, leisure time. Leisure time. Okay. Time. Environment noun معناه البيئة. Environment. Environment. طلع ال environmental adjective PE. Environment, environmental. environmental كده في memory ذكرى أو ذاكرة اثنين memory ذاكرة memory ذكرى memory memory affect verb equal have an effect on ده يؤثر على من حرف جر ده لديه تأثير على فعل مش حرف جر الاسم في on الفعل بادئ بالاي الاسم بادئ بالاي affect equal have an effect on يؤثر على لديه تأثير على. Okay. طيب effective بحط ده اي في اي الاسم effective وات ادجكتيف انا مؤثر effective effective طلع الواي effective وات effectively وات ادفرب شكل مؤثر يبقى effect equal have an effect on effective effectively draw mind map
جسمي إذا ذهنية، دماغه دماغه ما عند دماغ ما عند دماغ إذا ذهنية دماغه يرسم طبعا في كلنا دماغه ما عند دماغ ليك استادي بلان، يعمل مذاكرة وخد تدرس في مشروع أو حاجة معينة، يعمل مذاكرة طالب طبعا شركة عمل دراسة كذا، ليك استادي بلان استادي ذاكر ويدرس، ليك استادي بلان ليك ليست اعمل قائمة، تاخد ميك ليست تاخد ميك قبلها مش دو ميك ليست يعمل قائمة ميك ليست توبكس مواضيع رئيسية توبكس توبكس فاينل أجيكت معناها نهائي فاينل نهائي فاينل والفاينل ماتش ماتش النهائي ذا فاينل ماتش ماتش النهائي النهائي بقى فاينل وايت بقى فاينلي ادفيرب في النهاية فاينلي نهاية فاينل فاينل هايلايت صوت الضوء على هكذا الحتة دي طالع الضوء فاينلي هايلايت آسف صوت الضوء على هايلايت ايدنتيفاي فيرب يعرف شيء يعمله تعريف ايدنتيفاي ايدنتيفاي سبيسيفيك خاصة معين ومحدد سبيسيفيك سبيسيفيك concentrate on equal focus on ركز على concentrate on equal focus on concentrate on focus on فنبقى ايش summarize adverb تلخص summarize summarize والجي اس او زد ننصح summarize give up give up يترك يقلع عن يهجر give up give up smoking يقلع عن التدخين give up his family يمكن أن يفلته give up bad mistakes شوف إيه الأخطاء السيئة give up prepare verb يعد أو جاهز prepare lunch عند أو جاهز preparation verb preparation noun عند أو تجهيز prepare preparation preparation present verb يقدم present present تنهى presentation verb presentation verb noun تقديم presenter presentation طب ايه يعني present برضه؟ presenter مقدم او مذيع presenter presentation presenter introduce يقدم شخص لآخر introduce introduce in advance مقدما in advance in advance study tips نصائح للدراسة study tips برمودورو برمودورو دي معناها راحة المسام برمودورو برمودورو سيشن جلسة سيشن حصة أو جلسة في محكمة أو أولها سيشن سيشن amount of time كمية الوقت amount of time مقدار الوقت amount of time لو قانون لو لو وطلعوا أي أربعة إيه لوير محامي وفي لو في لوير ما هو لوير relative أحد الأقارب relative relative adopted daughter ابنة متبنى بالتبني adopted daughter adopted daughter adoption التبني adoption adoption التبني adoption تبني grateful adjective معناها ممتن أو شاكر المطالب بالجميل grateful grateful reply to يرد على يجيب على أو إجابة أو نقول من ياخد to reply to the solution to الحلالة reply to follow some advice equal obey some advice يطيع النصيحة يعمل بالنصيحة follow and some advice obey some advice طب ليه some advice لا تكاتب لا تعد لأنه ما تنفعش قبلها يقول معناها مون إنه ما تتعدش يبقى some advice يبقى follow some advice equal obey some advice. Okay. Benefactor فاعل خير. Benefactor. Benefactor. Clerk موظف. Clerk. أو clerk. ينصح. Clerk. Clerk. Lodgings. Lodgings دي المساكن. Lodgings. Lodgings. Inherit يرث. Inherit. Inherit. وده أنسى بقى
نهار التمس معناه الميراث. نهار التمس شير نون فيرب، اي نصيب في ميراث او يشارك شير عن نت، اي او الشباب نصيب في ميراث شير اسمها شير شير. جلس غيور تغدو لغتين، جلس غيور، جلس يبقى تناون بقت غيرة، جلس عليها واي بقت غيرة، جلس جلسي، جلس جلسي. get engaged يعني يخطب الفتاة، يخطب. طيب fortune noun equal wealth، ثروة، fortune wealth، fortune wealth. فيونسي، فيونسي دي خطيب الفتاة، أي واحدة فيونسي. طيب هذا اللي بس فيونسي الخطيبة، الخطيبة الراجل، العكس يا ولاد الناس، الدبل دي بس البنت، يعني واحدة الخطيب، الخطيب دي خطيبة، عكس بعض، معلش مس برنتي، فيونسي فيونسي، البنت الدبل دي ولا دي واحدة، فيونسي الخطيب، خطيب الفتاة، ودي خطيبة الفتاة. اوكي طيب disappoint word يحبط، يحبط او خيب امل، disappoint disappoint، طلب امل من disappointment احباط وخيبة امل، disappoint disappointment، وطلع ايدي من disappointed adjective محبط او خاب امل، شخص لا محبط، وطلع نجيب disappointing adjective برضه معناها محبط، ده الشيء ده محبط، ده محبط يدي محبط، عن جي محبط، يدي توصف شخص، عن جي توصف شيء، disappoint، disappointment، disappointed، disappointing، okay؟ طيب، أمل، take revenge on ينتقم من، take revenge on ينتقم من، take revenge on، revenge بعدها انتقام، أمل أفهم take قبلها، on بعدها، only من، take revenge on، طيب. كده عندنا جرامبي، جرامبي كشر نكدي عبوس مفشل دايما، جرامبي صح، جرامبي. convince equal persuade يقنع، verb convince persuade، convince persuade. be convinced adjective معناها مقتنع، be convinced level 3، be convinced مقتنع، be convinced. discover verb equal make a discovery يكتشف اكتشاف، شفت الفرق تنحنو ميك مش دو، discover يكتشف، make discovery يقوم باكتشاف، discover make a discovery. half brother أخ غير شقيق، مش إياك أخ غير شقيق، half brother half brother. wedding الزفاف، wedding wedding wedding. marriage الزواج، الزفاف دي زواج، wedding marriage. كرايم ناون معناها جريمة، كرايم كرايم، ريل كريمينال مجرم، كرايم كريمينال. طيب كوميت كرايم بقت فعل كده، كوميت عم يرتكب جريمة، كوميت كرايم يا ولاد، كرايم كريمينال، كوميت كرايم، كرايم كريمينال، كوميت كرايم يرتكب جريمة. alive adjective توصلها dead، alive على قيد الحياة، dead ميت، alive dead، alive على قيد الحياة، dead ماي، alive dead. mention ذكر تقول حاجة يعني، mention ذكر شيء، mention ذكر رول يعني، ذكر شيء قال شيء يعني، mention. words that go together كلمات تمشي مع بعضها، تقترن لبعض يعني، okay. زي أولاد install software يثبت برنامج على الكمبيوتر، تختار انستول او سوفت وير ناقصه من كملها، طب انستول سوفت وير دول على طول مع بعض، انستول سوفت وير. جوين او ليف مي فيرتشوال ميتنج ينضم الى او يطلب اجتماع افتراضي، جوين او ليف مي جوين فيرتشوال ميتنج يا ولاد، طيب انضم الى او يطلب اجتماع افتراضي. طيب سويتش الكاميرا اون اوف، شغلها اوت فيها الكاميرا، سويتش الكاميرا اون اوف،
اصل انا اكمله كل ده كده يا ولاد. طيب شغل الوتر كاميرا، ميوت يور مايكروفون، سكت الميكروفون بتاعي، سكته خليه صامت الكلام، احس ان يسمع صوت. ميوت يور مايكروفون، ميوت يور مايكروفون. شير يور سكرين، شارك الشاشة بتاعتك، خليها تشترك معاك فيها عشان كنت تشوفه. شير يور سكرين. turn the sound up or down، علي أوطي الصوت. turn the sound up or down، up فوق طبعا، down تحت، up يعني down موطي. turn the sound up or down، turn the sound up or down. look into possibilities يعني افحص الإمكانيات. look into possibilities، look into possibilities. catch up with your work، catch up with your work يعني الحق بعملك، نحو خدوش باك أنت مع العمل على طول. catch up with your work، catch up with your work. okay. trend، trend ده قلنا ايه، اتجاه او نزعة. trend، trend. طيب motive يحفز، يدفع او حافز. motive، motive. motivate يحفز، تحفيز. motive motivate، motive motivate. schedule، schedule ده اللي هو جدول. schedule، schedule جدول يا ولاد. طيب popular adjective معناه شعبي او محبوب. popular، popular شعبي او محبوب. popular شعبي او محبوب. popular. popularity noun، شعبية أو شهرة. popularity، popularity، popularity. ده بقى شوية definition، تعريفات كده، كلمات موجودة عندنا نعرفها مع بعض كده. أول واحد عندنا كلارك، موظف. طبعا ده person who works in an office، محتاج حد شغال في مكتب. كلارك، a person who works in an office. كلارك يعني lodgings ولا مساكن، a place to live، مكان للسكن. lodgings، lodgings. adopt يتبنى، معناه legally take responsibility of someone، ولا مثل الشخص قانونا بالقانون. فرنسي ده خطيب الفتاة، دي صح، خطيب الفتاة الولد. تمام، وهذا جديد تمارس someone، وهي متوافق من جوز حد. الخطيب ده الصح بقى في الكلمات فرنسي. أمان هو إذا جديد وماني بصمت. طبعا دي حضرة أجل، طب اللي يتبع أجل في ضمبي وانطبعك المزاج، مزاج مش لاقي يعني كشر عبوس. to often be in bad mood، مزاجه سيء، bad mood، grumpy، grumpy. be convinced، مقتنع. to be completely sure، تأكد تماما. that something is true، حاجة دي حقيقية مقتنع بيها. be convinced، أنا to be completely sure that something is true. half brother من أخي غير شقيق. someone who is the son of one of your parents، ابن أحد والديك، ابن أبوك، ابن مامتك، ويبقى مشيئك، ابن واحد منهم مشيئك. okay. inherit، to receive something from someone through a will، وصية مكتوبة في الميراث. inherit. jealous غيور، feeling unhappy and angry because someone else has something you want، تشعر بعدم السعادة والغضب لأن في حد آخر عنده اللي مش عندك، أو حاجة أنت عنده، حاجة أنت عايزها مش عندك فأنت بتغير منه. jealous، feeling unhappy and angry for someone else has something you want. get engaged يخطب، ready to marry someone and give them a ring، وتخطب تجوز حد يقول ايه دبلة، رينج، مع دبلة، رينج، دبلة أو خادم طبعا، رينج. okay. to dare، فعل معناه يغرى أو يتجرأ، يعني to be strong or brave enough، قوي أو شو يعمل فيه كفاية. dare، to be strong or brave enough، to dare. to take revenge on، ينتقم من شخص، take revenge on. unpleasant وزن، أغير to you، حد مشعل، حاجة مش كويسة،
إيه؟ نكتير بنجون. شير قلنا نصيب حد. Part of something was in shape that has been divided تبقى تقسيم. نصيبك من بعد تقسيم. Share. Part of something that has been divided. نصيب منه إيه بعد ما تيجي بعد ما تقسم. طب تعرف تخلص بعد كده ربنا بعد كده language notes. أول حاجة عندنا subject to either معلومة أيضا برضه. طيب فاعل فعل مثبت affirmative verb وبعدين في بقية الجملة و and بعدها جملة تانية فاعل affirmative وبعدين to our side مساعد to our side أو as well. لو في نفي بقى نفس الشغلانة الأخر أيضا بدل نضيف الإثبات نفي النفي وفي آخر الجملة خالص. أوكي يعني أحمد بوت أكار اشترى أي عربية مثبتة أهو أحمد بوت أكار عند عمر ديد وعمر إيه ديد دي ديد عشان مطمئن. أوكي إس بادز إس بادو صح كده بوت بديد تو عمر راح كده يا عمر عمر راح. أوكي لو في بقى أنا مساعد ما أجيبش من بره أجيبه هنا يعني إيه لما isn't at home أنجانا isn't either isn't مساعد أهو ومنفي هنا منفي أهو يبقى isn't at home أنجانا isn't either حتى لو منفي هنا بس برضه يبقى أيضا لو منفي ويبقى أيضا بس بدل ما يبقى also أو إيه أو as well كل الإثبات دول في النفي. أوكي دي في النفي لوحدها في النفي يبقى أحمد بوتكار أن عمر ديت تو لما isn't at home أنجانا isn't either يا ولاد ساعات ميو حسب الفعل اللي عندي مضارع بس بقى دو مضارع بس بقى داز ماضي بدت زي اللي هنا في مساعد زي ايزنت كده يبقى هو اللي اختار استخدمه بين التايزر وزيت تو زيت مثبته بقى تو او اولسو او از ويل ايزنت وايزر عمر هازنت بوت بايس كمان مش راجل عند احمد ايه اه هازنت بوت لان هم هازنت ده مساعد أن أحمد هازم طيب روح أحمد عم نفي بعض نفي وعايزة دي تبقى تو تبقى خلاص واضحة دي جدا كان عندنا ستوب جنبها تو انفنتيف ومصدر امتى فور اسيرتن بيرفورم توقف في غرض معين توقفت لكي افعل كذا اوكي طب اسلوب جيراند بانجي امتى دونج ان اكتيفيتي خلاص ايه انا عامل نشاط معي واقف انا عامل نشاط معي يعني ايه يا ولاد ماي واي هوم في المنزل اي ستوب وقفت ليه تو باي كي اشتري هدف هو اشتري سمبرز يبقى تو باي مش باي كي ماي واي هوم ستوب تو باي سمبرز اي ويل ستوب ستادينج ات ماي نيو دي هو انا زي الساعه 9 كل يوم نشاط طبعا منه توقف عنه تبقى ستادينج تايم نيجي بس بالظبط ايه؟ I stopped to talk to him. No, I stopped talking to him. قلت له وقفت عشان اكلمه. Stop talking يعني انخصمته. مش اكلمه تاني. اوكي؟ واضح كده اكتر. Stop to talk عشان اكلمه. Stop talking خلاص مش اتكلم معاه تاني. وقفت انا شفتها. وقفت. Stop to why. Stop studying. واضح كده؟ طيب. Stop بقى في ما فاعل. أو prevent. أنا يمنع. someone شخص مفعول كمومي from جرن من كذا كنا جرن بعين جي طبعا يعني يا ولاد heavy rains أمطار غزيرة stopped us from going to the cinema ولقيت من زمان ده سنة stopped us from going أهي stopped us from going to the cinema طيب bad weather conditions الأحوال الجوية السيئة prevented many people from doing the shopping from doing the shopping prevented many people from doing the shopping okay stopped us from going out prevented many people from doing the shopping وضحت كده طب اللي جنبها فاعل جنبها مفهوم جرم اسم يعني طالع منها اسم مفهوم جرم مفيش بقى تو مصدر لو غير معين
عني هنا وانت وقفت وقطع من هذا النشاط. طيب هو ويسبك تتمنى وتوقع ينبوم يتون فانتر. طب لو في انا منهم اسم في شخص انا منهم وانا هو المصدر، تمام. طب لو هوبت واكسبكتد ماضي يبقى بعد كده هو المصدر. ثلاثة هم هوب اكسبكت هو مصدر على طول، هوب اكسبكت سمون والمصدر، هوب اكسبكت سمون يبقى هو المصدر. أول مرة هوب ما فيش جنبها فاعل يبقى فعل على طول هتكون مصدر، في جنبها شخص علي منها يبقى هو المصدر. هوب اكسبكت في الماضي لما شخص موجود مصر اهو، هوب تو جوين، هوب تو جوين على طول اهو، الراجل اوتوماتيك مرة جميلة إن شاء الله. وهنا الحبيب للطب هوب تو جوين، هوب تو جوين، هوب تو جوين، هوب تو جوين. طيب our team is expected to win the match، رغم انه يكسب الماتش جنبها حاجة اهو بتقول مصر اللي هو اللي بيزكس بيت وين هوب تو جوين. يعني في فاعل اي هوب يو، او بي هوب يو يو هوب هوب يو يو ويل وين ذا ماتش ويل باس ذا اكزام مستر ماركس، اتمنى انكم تنجحوا في الامتحان ورقة نهائية. يبقى انا هوب يو ويل باس. طب هو هوب نقول هوب اكسبكتد عمر والجوي، اكسبكتد عمر وجوي بالمضارع، هو المضارع يبقى هو المصدر، اكسبكت مضارع يبقى هو المصدر، هو اكسبكتد يبقى هو المصدر، وفي عندنا منه فاعل اسم. Our team is expected to win. I hope we will pass the exam, Mr. Marks. أتمنى أن يكون الامتحان كلكم مرات نهائية. We all expected عمر will join the Paris Academy. أتمنى أن يكون الامتحان بيه كل الشوط. Okay? هوب اكسبكت والمصدر اكسبكت هوب هوب مصدر، وفي المفعل مفيش بدل المصدر، مفهومة؟ يعني مش فاهمة، أنا طبعت هنا في التعليقات وصلك تاني شرحت نسختي كلها وصلك تاني. أوكي طبعا لو سمحت اشترك في القناة وعلى الجرس عشان تكون تسمع من الفيديو جديد، بس دي مضاعفة إن شاء الله الامتحان كله بإذن الله سيبت فيه حاجة وفتح لازم الفل الموضوع إن شاء الفل طيب ينزل الفل إن شاء الله يجيب درجات نهائية، مش هعمل إنجليزي خالص، شايف أي مشكلة فيه، سنين إن شاء الله لو اشتركت في القناة. وأنا أخذ صدقة غالية نعمل إيه؟ لايك شير الفيديو لو سمحت، انشر بين الناس، وأشهد تاني بين الناس اللي انتفع بيه. كده تاخد صدقة غالية من ربنا سبحانه وتعالى. كمل؟ آه انكارج مشجع. جماعة مفعول جماعة اسم أي منها أكتون فلتر. أولى Father always encourages me to study. تحت بعضه. Father always encourages me to study. Encourage. مفهوم جنبها أو شخص يعني بحيث تو مصدر. Father always encourages me to study hard. Suggest. Plus جيرن. يبقى على طول عن نجي. طب جنبها فاعل لو جنبها شخص طالع منها يبقى جنبها infinitive مصدر أو should مصدر. يبقى suggest على طول عن نجي جنبها اسم علي منها يبقى مصدر أو should مصدر زي يا مستر father suggested learning abroad for pleasure، يبقى اختارها ايه السفر للخارج عشان هي متعة فهمت؟ اهي suggested learning اهي suggested learning مش جنبها في حاجة learning اوكي. طيب وهو suggested اه هو اللي suggested ايه؟ هي أهو شخص أهو إيه إما مصدر ما ترابل أو شو ترابل صح طبعا دي قلت له مضارع ما حضرش إيه عشان هي ويجي بيجي مو في المضارع حضر إيه بس دي مصدر ما حضرش حاجة يبقى هو سجست إن هي ترابل أو شو ترابل أبرود وطيتنا تسافر لا لا أوكي هو سجست إن هي ترابل أو شو ترابل أبرود وطيتنا يبقى سجست ترابلينج suggested هي ثوابت أو شو ثوابت what it okay تمام يبقى نجي شخص كلمة مصدر شو مصدر شو نعم سهل be able to manage to plus infinitive لو infinitive مصدر
كابل اوف سكسيدين جنرال اي جي، معناهم يستطيع ان او ينجح في عمل فعل بعد ايه ان يبذل ايه في مجهود. اللي بتوجه بوم مصدر اوف وين بوم جنرال ايه بول كابل ابلوم فيرتوي نفس ابلوم حي. خلاص كده فرق بينهم اهو تو يبقى تو ماج تو ماستر كابل اوف سكسيدين جنرال. تمام ايبل وكابل او لوبر تو بي ينجح في عمل شيء بعد ان يبس شيء ويبو. مثال our team was able to was able to يعني كان استطاع يعني كنت was able to manage to when must the friend club of nations three success times but not able to tell our team was able to manage to win the friend club of nations three successive times ثانية وبعدها. Able to manage to win. طيب. My elder brother, الكبير, was capable of succeeded in climbing Anji. The mountain successfully, الجبل بنجاح. يبقى was able to manage to win. Was capable of succeeded in climbing. كده لات. تمام. Never ability القدرة. I'm never to have the ability to مصدر. القرآن يعني my uncle has the ability to solve. يصور يحل مصدره. All his problems. All his financial problems. المشاكل المالية. My uncle has the ability to solve all his financial problems. عنده القدرة إن هو يحل كل المشاكل المالية. طيب enable يمكن في شدة هنا على الكاف يمكن مش يمكن يمكن شخص مفعول يعني تو مصدر يعني computers enable us to solve نحن نحل many complicated problems كثير من المشاكل المعقدة computers enable us to solve computers enable us to solve many complicated problems كثير من المشاكل المعقدة. أرجو كل اشتراك في القناة لو سمحت المشترك في لسه يشترك حالا اشتراك جرس الكل وكل كل جديد تفضل انجز كده شاشة مخصص بشكل مفيد اوكي بعد كده نقدر صدقة جارية قلنا بنفس الكل من الناس عشان يستفيدوا بعلم وانتفع به وصدقة جارية من ربنا سبحانه وتعالى. حسنا ان شاء الله نفتح جرس 85 خليكم معايا حلو جديد وفين ان شاء الله باذن الله تميت اجين وشكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.